بس كده ادينا حطينا الفلوس مكانها بدل ما عم رامز يعمل لنا فيها مش عارف ايه. وبعدين ما هو برضو كان عنده حق، ما لازم الواحد يكسب نفسه، يعني هكسب الفلوس واخسر نفسي؟ على رأيك انا عايش امين احسن. مصطفى عبد الهادي وابنك مطلوب القبض عليه يا ست هانم. مطلوب القبض عليه؟ لا لا يا حضرة الضابط، انت اكيد غلطان، مش ولدي. لا غلطان؟ غلطان ايه وبتاع متخلفه انت؟ انت تعرفيني شغلي ولا ايه؟ فتش يا ابني على الواد ده وهاتولي من قفاه. ولدي في ايه؟ في ايه؟ مين دول؟ مين دول يما؟ انت شرفت يا راح امك، يلا خدوه على البوكس. ابني ابني يا لهوي، يعني يا لهوي. هيا ابني بقى، مش هتقولي عملت ايه بالفلوس اللي خدتها؟ فلوس؟ فلوس ايه يا باشا؟ فلوس اللي انت خدتها من الاستاذ حاتم اللي في الدور السابع. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، صدقني انا معرفش انت بتتكلم عن ايه يا باشا. شكلك كده ناوي تتعبني. ماشي براحتك، خدوا يا ابني الواد ده ورموه في الحجز واعملوا معاه احلى واجب لحد ما باله صحاب. يا باشا يا باشا، في واحده بره بتقول انها عايزاك ضروري ومعاها الاستاذ حاتم. ماشي خليها تخش. نعم، انت مين يا بنتي؟ اني سيده الشغاله بتاعت الاستاذ حاتم، اني اللي طمعت وخدت الفلوس. سيرامز ملوش دعوه بالموضوع، اصلي خدتها عشان اعالج امي وهو اللي كان بيساعدني. عمره ما يكون ده رد الجميل اللي ردهول، وعمري ما هسيبه يتحبس مكاني. معلش بقى يا ابني، احنا قاسيين عليك شويه. ولا يهمك يا مصطفى باشا، الحمد لله عدت على خير المره دي. بس انت كان ايه اللي مطمنك قوي كده ومخليك مش خايف من اي حاجه يا مصطفى باشا؟ خاف من ايه بس؟ وانا معايا ربنا، ده اللي معاه ربنا يا باشا يمشي حتى لو على المي. شهرين